نكمل ما تبقى من صفة الحج، فيذهب إلى المسجد الحرام ويطوف ماذا؟ طواف الحج، طواف الحج 7 أشواط. هذا في حق من؟ المتمتع والقارن والمفرد على حد سواء. هنا إن كان متمتعا بقي عليه سعي، لأن السعي الأول الذي أتى به هو سعي العمرة، وهي عمرة مستقلة، بقي عليه سعي الحج. إن كان مفردا أو قارنا ولم يسعى أول قدومه فعليه السعي، لأنه لم يسعى في أول قدومه. لكن لو أن المفرد والقارن أول ما قدم مثلا في اليوم 7 أو في اليوم 8 طاف وسعى، هنا لا يلزمه إلا طواف الحج يوم العيد. أما السعي فإن السعي سقط عنه لأنه سعى أول قدومه.